هل ثبت اللي هو طلع البدر علينا؟ هذه مبنية على كم ثنية في المدينة. ثنية الشيء اللي يسير من الجبل. في بعض أهل العلم يرى أن المدينة بها ثنيتين. المدينة بها ثنيتان، ثنية في الشمال ثنية في الجنوب. فالثنية التي في الجنوب كانوا يودعون عندها الذاهب إلى مكة، والثنية التي في الشمال يودعون عندها الذاهب إلى الشام. أما الثنية التي في الشمال فلا اختلاف على وجودها، اللي هي يأتي من مكة، التي يأتي لا الذي يأتي من يذهب إلى الشام أو يأتي من الشام. وهذه أدركتها ثم أزيلت، وهي الآن بما يعرف عند أهل المدينة الطالع مما يعرف بنفق المناخة، عندما يعرف المستوصف خالد بن الوليد أوائل طريق سلطانة، هناك كانت الثانوية وكان عندها محطة بنزين. بقينا في ثنية الجنوب. من قال بوجودها رجح أن يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأن هي بعد قباء وأنت داخل على المدينة، بعد قباء بعد مسجد الجمعة وأنت داخل على المدينة تأتيك. هناك إذا قلنا بوجودها فالقول بأن طلع البدر علينا أقرب إلى أن يكون عند عودته، عند قدومه المدينة. الآخرون يقولون لا، إنما قال أهل المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع عند قدومه من غزوة تبوك، فهؤلاء يقولون في أول دخوله، والآخرون يقولون عند عودته من غزوة تبوك. هذا بسط المسألة. لكن أن يوجد سند صحيح مرفوع يقطع في المسألة أن أهل المدينة قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هذا السند. لكن الخبر من كثرة تناقله قد يقول بعض العلماء أنه قد يصح صحة معنوية. والعلم عند الله.